طيب خلينا نروح للسكواش. ثلاث لاعبين من الاهلي يشاركون ببطوله العالم للسكواش. بطوله العالم للسكواش هتبدا النهارده في مدينه شيكاغو، هتستمر لحد 22 يوليو اللي احنا فيه، واللي بالك مجموعها كام؟ 1,500,000 دولار، وزيهم للسيدات، ده للرجال وسيدات. البطوله بيشارك فيها ثلاث لعيبه من الاهلي: نادين شاهين، سنة ابراهيم، يوسف سليمان. نادين شاهين هتلعب مع زميلتها في المنتخب منى ناصر، اما سنة ابراهيم فهتلعب مع بطله ماليزيا، اما يوسف سليمان هيلعب مع الانجليزي ديكلان جيمس. البطوله دي كان المفروض يشارك فيها اثنين لعيبه كمان، هما مصطفى عسل وياسر عادل، ولكن للاسف ما عرفوش ياخدوا تاشيره امريكا. الوقت كان ضيق، وحضراتكم عارفين ان السفاره الامريكيه مفتوحه لحالات الامرجنسي عشان ياخد الايه التاشيره. اللاعب اللاعبات اللي قبل كده او اللاعبين اللي احنا ذكرنا اساميهم نادين شاهين وسنة ابراهيم ويوسف سليمان سافروا زي ما معاهم تاشيره قديمه، تاشيره امريكا بتقعد 5 سنين، فانت بتبقى 5 سنين تقدر تخش تطلع امريكا خلالهم، فهم عندهم التاشيرات من قبل ازمه كورونا فعشان كده يروحوا. لكن مصطفى عسل و يثرب عادل تاشيراتهم كانت معاهم وانتهت، فكان لازم تتجدد ولكن ما قدروش. معلش هارد لك يا رجاله، وان شاء الله تتعوض في القادم. عندنا خبر محلي مهم برضو، يمكن دي اخبارنا في النادي الاهلي خلصت. عندنا خبر محلي ليه علاقه طبعا بالتنظيم الرائع اللي مصر بتقوم بيه، او الدور الرائع اللي مصر بتقوم بيه في تنظيم البطولات العالميه. وشفنا سلسله من تنظيم البطولات العالميه الفتره اللي فاتت، من بطولات عالم، بطولات افريقيه، لكؤوس عالم، كانت بدايتها الحقيقه يعني الافتتاح كان بطوله العالم لكره اليد.